السلام عليكم. انا جيت اليوم نحتفل بعيد المرأة وفرحانة بزاف، وكن نحتفل بماما واختي وخالتي وجداتي والعائلة ديالي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، كنبغي نقول تحية لجميع نساء العالم، تستاهلوا أنهم يحتفلوا بنا في هذا اليوم هذا، وخا كاين 365 يوم ماشي غير يوم واحد اليوم العالمي للمرأة. وحنا اليوم في لقاء تواصلي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة اللي تنشكر المنظمين ديالو. السلام عليكم. كنحيي المرأة المغربية بصفة عامة والمرأة القروية بصفة خاصة بهذا اليوم هذا. أنا ما كنسميهش يوم، هو عام بأكمله، ولكن هذا النهار مميز. كنشكر الأمهات، كنقول لهم عيد مبارك عليكم، طولة العمر إن شاء الله. لحقاش نتوما هما السبب باش نكونوا حنايا، وكنتمناو حتى حنا نكونوا في المستوى باش حتى حنا نزيدوا للقدام. يعني مبروك لأي امرأة في اي منصب كما بغات تكون، يا فلاحيه يا اقتصاديه يا اجتماعيه. كنشكر المراه بزاف بزاف وشكرا. السلام عليكم. بمناسبه اليوم العالمي للمراه 8 مارس، كنقدم هذه الورده لجميع نساء المغرب، جميع النساء اللي كيمثلوا فيهم الام ديالي والاخت ديالي وصديقه ديالي والاساتذه ديالي. كنتمنى لكم عيد سعيد، وكل عام وانتم بالف الف خير، وكنتمنى لكم دائما التفوق والنجاح والصحه والعافيه. فانت يا ايتها المراه المغربيه بخاصه والمراه العالميه بصفة عامة، حققت المزيد والمزيد من التفوق. نتمنى من الله الاستمرار وشكرا. السلام عليكم. يوم حاضرين هنا في هذا الاحتفال بعيد المرأة، هو صراحة ماشي غير يوم، هو المرأة خصا يكون ما عندهاش يوم واحد أننا نحتفلوا بها. المرأة خصنا نحتفلوا بها كل يوم، هي بما أنها هي واحد عنصر فعال في المجتمع، وإلا أننا نحتفلوا بها. وأقول لكل نساء العالم عيد سعيد، وأتمنى لكم عيد كل سنة بأفراح والتوفيق في الحياة إن شاء الله. بالنسبة للمرأة القروية أقول لها أيضا عيد سعيد، وأتمنى أن تحقق كل ما يتمناه قلبك، وأيضا أتمنى أن تكون مثل المرأة المدينة والمرأة القروية، تكون في منصب واحد. يعني لا نريد ذلك التمييز، بما أننا نحن نساء فنحن لن نخصص المدينة أم البادية. فبالنسبة للمرأة البادية أقول لها شكرا لك، شكرا كثيرا، وأتمنى لك أن تزدادي قيمتك إلى الأعلى، وشكرا. بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، كنحيي جميع النساء المغربيات، وكنهديهم من هذا المنبر الوريضة للمرأة اللي فيها الأم، فيها الحمات، فيها الأخت، فيها العمة، فيها المناضلة، فيها المرأة القوية، المرأة اللي كتحاول أنها تبين وتظهر كل ما عندها، كل ما في جعبة ديالها. فتحية لكل النساء المغربيات، تحية تحية تحية.